وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع رئيسة وزراء الدنمارك بقصر الاتحادية على توافق البلدين بشأن أهمية الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأشار الرئيس السيسي إلى أن مصر بذلت على مدى 10 سنوات جهودا كبيرة من أجل التوصل إلى اتفاق. نقطة أخرى تحدثنا فيها أيضا هي أزمة سد النهضة، وقلنا فيها وبرضه ده وجدت فيه توافق وتفاهم من دولة رئيسة الوزراء على أن أهمية الوصول إلى حل قانوني أو اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد مع أشقائنا الأسيويين. وده طبعا احنا بنقول أن احنا في 10 سنوات من الجهد والحرص من جانبنا على إيجاد حل مناسب من خلال التفاوض مع أشقائنا الأسيويين. نحن نتفهم أن التنمية في أثيوبيا، وبنقول الكلام ده في كل مناسبة، بس بنقول أيضا وإحنا بنوجد وإحنا متفاهمين ده وأيضا مستعدين نتعاون معهم فيه، إن إحنا هذا لا يؤثر على المواطن المصري بأي شكل من الأشكال. والحقيقة أنا لقيت تفاهم لدى فخامة رئيسة الوزراء على إن الدولة اللي هي الأكثر جفافا في العالم مصر ما عندهاش فرصة إنها تتحمل أي نقص من المية يصل إليها في وقت من الأوقات. بالمناسبة ما كانش أبدا موجود على نهر النيل عبر آلاف السنين أبدا في سد موجود بيؤثر على المية، سواء كانت المية دي كتير أو قليلة.